بغية التحضير الجيد لبرنامج الذكرى 62 لعيد الاستقلال والشباب وكذا تطبيق البرنامج الصيفي عقد مدير الشباب والرياضة لولاية النعمة بمعية مدير ديوان مؤسسات الشباب ومدير المركبات الرياضية ورؤساء المصالح اجتماعا تنسيقيا مع مدراء المؤسسات الشبانية والهياكل الرياضية والمندوبين المحليين للشباب وملحقي الرياضة. النشاط يكون في إطار منظم مؤطر، التأمين، تسريح الأبوي، هذا سيرتيفيكا دو بون سونتي، وندي لونفون سيكيوريزي، قدر الله ما شاء فعل، اش اللي صرا قانونيا ما يقدر حتى واحد اللي يحسني، باسكو خديت كامل الاحتراز، وماركي لا بريزونس تاع السيكور في كامل الولاية. عملية نوعية بسيطة تحرك الشريحة من الشبان، سيكسيون دو أنا ماشي من البريمير بومبال سان جويلي. كاين دي باك دو فيديو فيهم سي فيلم تاع ثورة. لا بروجيكسيون دو فيلم داخل المؤسسة ولا خارج المؤسسة تمودي داتا شوت تمودي ان ميكرو. اجتماع أكد فيه مسؤولي القطاع على ضرورة تضافر جهود الجميع لإنجاح الاحتفالية وكذا خدمة الحركة الشبانية والرياضية خلال فصل الصيف بمختلف النشاطات المبرمجة. دونك ديبار تاع لا سيزون استيفال، بروغرام تاع لا سيزون استيفال وبيع اللي حقتنا وعلى سبيل المثال في السيد الوزير الشباب والرياضه. اللي تنص ان المؤسسات الشبانيه والرياضيه يجب ان تداول على تنشيط المحيط في الفتره الصيفيه. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد. اليوم حضرنا على مستوى مقر ديوان مؤسسة الشباب لاجتماع تنسيقي مع إدارات ومدراء مؤسسات شبانية ورياضية بحضور مدير ديوان مؤسسة الشباب ومدير مراكز متعدد الرياضات رؤساء المصالح، وهذا من أجل تصدير برنامج تاري متضمن عدة محاور خاص بالاحتفالات المخلدة لذكرى الاستقلال والشباب لهذه سنة 2024. إن شاء الله البرنامج تتضمن فيه كل الفعاليات من إدارة الشباب، مؤسسات الشبانية، المؤسسات الرياضية وكذلك المجتمع المدني، الحركة الشبانية والحركة الرياضية والكشافة الإسلامية. هذا البرنامج أكد على ضرورة إشراك كل الشباب وبالخصوص المناطق النائية القرى والمناطق النائية بحيث توفر لهم نشاطات للمشاركة والتعبير عن مواهبهم عن قدراتهم. كل الوسائل الكفيلة بإنشاء هذه التظاهرة قد تم وضعها حيز الخدمة بما في ذلك بيوت الشباب، المسابح، كل ما يسهل عملية التنشيط موسم الاستيفال. بسم الله الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. في الحقيقة في موسم الاستياف 2024 كل المسابح جهزت وهي تستقبل أطفالنا عبر بلدية الولاية، والحمد لله يعني ما يخفاكمش بالمناخ ودرجة الحرارة المرتفعة كان لجوء أبناء تانا للمسابح أين يتم التكفل بهم. البرنامج المسطر من طرف مديرية الشباب والرياضة لولاية نعمة فيما يخص البرنامج الصيفي 2024 يعني كان بالتنسيق مع مصالح الرياضة، الملحق البلدي كان المهام تاعه هو أنه تكون فعالية وينصادرين ديناميك فيما يخص كل خص الشباب وكل ما يخص الرياضة فيما يخص الدورات الرياضية في كرة القدم. الكرة بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. البرنامج اللي مسطره المركب الرياضي الجواري بالمسيرية وسيرتي المكلف بالتسهيلات، عندنا نشاطين في الجانب الرياضي وفي الشق الشباني. من الجانب الرياضي النوادي الرياضية هتقوم باستعراضات الرياضات المقامة على مستوى قاعة الرياضة للمركب الرياضي الجواري،
أما بجانب الشباني يوجد فيه نشاطات جوارية عبر الأحياء مدينة المسلية مرتين في الأسبوع. نشاطات مختلفة كانت بدايتها بافتتاح المسابح المنتشرة عبر بلديات الولاية وسط متابعة واهتمام من مسؤول الجهاز التنفيذي بالولاية الذي أكد على القفزة النوعية التي عرفها القطاع ليتواصل البرنامج مع عدة نشاطات عبر مختلف مؤسسات القطاع.